معانا حقيقه نموذج ملهم، هي الاستاذه داليا ابراهيم رئيس مجلس اداره دار نهضه مصر للنشر، هي مؤسس لشركه نهضه مصر لرياده الاعمال، كمان اختارتها مجله مهمه جدا هي مجله فوربس ضمن اقوى 100 سيده اعمال في منطقه الشرق الاوسط، ليها طبعا تاريخ كبير مع النشر والاعمال المختلفه، مبادرات كمان مهمه في الحياه الثقافيه المصريه. خلونا نرحب بدكتور داليا ابراهيم اللي بتنضم معانا على الهواء. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم. يعني بدايه حابين نسال، النهارده بنحتفل باليوم العالمي للمراه، شايفه اهتمام الدوله ازاي بتمكين المراه وبحضور المراه في مجالات مختلفة، هنتكلم في سياسة، في اقتصاد، في مجالات مختلفة ومنها كمان صناعة النشر. والله الحقيقة أنا شايفة يعني حضراتكم أكيد كلكم شايفين سيادة الرئيس من أول ما مسك البلد، يعني هو طول الوقت بيساند المرأة في كل المحافل. أولاً على مستوى التمثيل السياسي، وده شيء مهم جداً سواء في البرلمان سواء في الوزارات. العدد اللي موجود النهاردة من التمثيل النسائي غير مسبوق في تاريخ مصر يعني. فمن اول بقى الموقف السياسي مرورا بقى بتمكين المراه في كل القطاعات، مرورا حتى بهرم الرئيس شخصيا ان هي كرست جائزه مخصوص علشان كل السيدات اللي هم النجاحات، وحتى سمتها المراه المصريه ايقونه النجاح علشان تدي نماذج ملهمه للشعب كله، غير المشاريع اللي موجوده على الارض بقى، يعني من خلال المجلس القومي للمراه، من خلال كل التشريعات الجديدة، من خلال مشاريع ريادة الأعمال ومساندة الفتيات في مشاريع ريادة الأعمال. يعني الحقيقة الاهتمام بالمرأة في مصر، أنا أعتقد أن مصر دلوقتي يمكن في العصر الذهبي للمرأة المصرية. طيب دكتورة، لما نيجي نقول أهمية دعم المرأة في الشركات الناشئة، في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كل الحاجات دي احنا بقينا شايفين تسهيلات بتقدم للمرأة على وجه الخصوص عشان تقدر تبقى موجودة وتقدر تواجه وتقدر تنافس كمان مع طبعا العمل على مهاراتها الشخصية. الفترة دي انت لاحظتي ده ازاي في الشركات الناشئة اللي موجودة وبتتابعيها بنفسك؟ اسمحي لي حضرتك اقول حاجتين. الحاجة الاولانية يعني يمكن في مجال النشر والثقافة، احنا ربنا اكرمنا وعملنا مناهج جديده بتاعه العربي والدين والقيم. منهج القيم ده كان سياده الرئيس كان طلب من وزير التربيه والتعليم يبقى في منهج مخصوص للقيم والاخلاق، واحنا من خلال الثلاث مناهج دول وبالذات الحقيقه منهج القيم واللغه العربيه ركزنا جدا في مواضيع كثيره مع وزاره التربيه والتعليم على صوره المراه في ذهن المجتمع المصري، ودي حاجه مهمه ان احنا نبدا من بدري في ان احنا بننشئ الاطفال بفكر مختلف ان المراه حلو انها تبقى اكيد ام وانها موجوده في البيت وانها بتساعد في البيت وكده، بس دي مش مسؤوليتها الوحيده ومش ده الشكل الوحيد للست في المجتمع يعني. ودي من الحاجات الاساسيه اللي بتبني نشأة بيحترم المراه بشكل مختلف ويديها مساحه كبيره في الحياه. فده مهم ان هو بيطلع معانا كده من احنا بادئين الحقيقه من الحضانه لغايه سنه سته، وان شاء الله باذن الله مناهج جديده مكمله يعني لغايه ثانوي. ده شق. الشق الثاني بحكم ان انا الحمد لله ربنا اكرمني واسست شركه نهضه مصر رياده الاعمال اللي هي ادفنتشرز، احنا تبنينا 76 شركه ستارت اب، في منهم كتير قوي سيدات هم الرائدات اللي انشاوا الشركه او المؤسسات للشركه، ومن ضمنهم واحده الحقيقه كانت بتكرم معايا اول امبارح يعني ما شاء الله السيده انتصار السيسي وهي بتكرمني. كان احنا كنا 20 سيده في مصر، من ضمنهم واحدة من بناتي بقى من اللي هم الخريجين ادفنتشر اللي اسمها هدير شلبي، اللي هي ما شاء الله ساعدت 200 ألف سيدة بتدريب عملي على الأرض علشان خاطر يقدروا يشتغلوا في القرى بتاعت مصر. 200 ألف بالظبط. فإحنا من خلال حتى إحنا في ادفنتشرز بنحاول نتبنى شركات كتيرة قوي السيدات هم المؤسسات بتوعها، يعني عندنا الشركة اللي هي فرنزيانا او كرافتي، هم الحقيقه عندهم شركتين في نفس الاتجاه، عندنا شركه كارير 180، عندنا شركه ممكن وغيرهم الحقيقه من الشركات اللي اسستها سيدات. فطبعا في دعم كبير سواء من الدوله او مننا احنا كشركات قطاع خاص ان احنا بنهتم بالمراه سواء كانت في رياده الاعمال او حتى زميلات في الشركه. يعني انا عندي مديرات كتير قوي في مجموعه شركات نهضه مصر ما شاء الله في مناصب قياديه كبيره.
جميل. ده حاجة رائعة جدا وعظيمة، فكرة انها بتفتح ابواب للامل والعمل بشكل كبير لقطاعات مختلفة كمان في المجتمع المصري. حضرتك تم اختيارك من قبل مجلة فورس ضمن افضل او اقوى 100 سيدة اعمال بمنطقة الشرق الاوسط، وفي مساحة مهمة جدا هي مساحة النشر او الثقافة، ودي مساحة مهمة مسؤولة عن تشكيل العقول وصناعة الوعي داخل المجتمع المصري، واعتقد ان المرأة ليها دور مهم في هذه الصناعة، في اختيار عناوين الكتب، في اختيار الاتجاهات كمان اللي ممكن يتم التركيز عليها في النشر. صناعة مهمة وسياسة النشر دي مهمة جدا والمرأة ليها دور فيها. هو حضرتك في على مستوى العالم كله هتلاقي ان معظم الشركات قطاع النشر بالذات، في الشركات هتلاقيها كتير قوي منها سيدات، يعني سبحان الله، بالذات بقى نشر الأطفال. ليه؟ ما عنديش الحقيقه تفسير، بس هي دي ملحوظه انا شفتها على مدار عمري كله. دي من ناحيه. من ناحيه ثانيه طبعا احنا الحمد لله في نهضه مصر بنحاول نختار الكتب بعنايه شديده جدا، ومعانا الحقيقه يعني ناس متميزين جدا في مجالهم زي الاستاذه نشوى الحوفي ماسكه معانا النشر الثقافي ونشر الاطفال. احنا في اخر يمكن 15 سنه اخذنا 64 جائزه دوليه وعربيه ومحليه في الكتب الثقافيه بتاعتنا. صحيح. اللي احنا بننتجها، وكان في تكريمات في معارض كتاب مختلفه يعني في مصر والعالم العربي كمان. بالظبط يا فندم، بالظبط يا فندم. ومن ناحيه ثانيه كمان حضرتك، فكره ان احنا دايما بنشوف الفجوه فين في عالم الثقافه والتعليم ونحاول نشتغل عليها. بمعنى ايه؟ يعني احنا لما جينا ناسس شركه ادفنتشرز او نهضه مصر رياده الاعمال، لقينا ان التعليم في العالم العربي كله وفي مصر طبعا في فجوات كبيره قوي محتاجه تتملي. يعني مثلا لما بنيجي بنتكلم على شركه زي شركه كرافتي او فلفيانا اللي هي خدت معايا التكريم اول امبارح، بتشد فجوه مهمه جدا مرتبطه بالتعليم الفني والتدريب المهني. طبعا هي متخصصه للسيدات، ولكن دي بنتكلم على مستوى مصر كلها. فلذلك انشانا احنا في مجموعه شركات نهضه مصر شركه متخصصه في التعليم الفني والتدريب المهني. جميل. اسمها تاهيل. الشركه دي النهارده بتدير 5 مدارس تعليم فني. اللي هي مدارس التكنولوجيا التطبيقيه. واحنا كنهضه مصر حتى تبرعنا بمدرسه منهم، حتى هتلاقي في مدرسه اسمها نهضه مصر للتكنولوجيا التطبيقيه ومتخصصه في السياحه والفندقه. احنا متكفلين بيها كلها. ففكره التعليم الفني في مصر طبعا سياده الرئيس برضه شاف الفجوه دي وبدا الحقيقه يعني يحط جهود قويه جدا مع وزاره التربيه والتعليم في ان القطاع الخاص مع وزاره التربيه والتعليم يدخلوا يدعموا. ده هيخليني اسال حضرتك السؤال ده، يعني مهم جدا نشر ثقافه التعليم الفني. السؤال عايز اساله لحضرتك، فكره التشبيك، تشبيك ما بين القطاع الخاص، المجتمع المدني، الحكومه، ازاي ده يحصل عشان في النهايه اقدم خدمه لمجتمع من كافة النواحي، خدمة ثقافية وتعليمية. حضرتك زي ما حضرتك لسه قايل دلوقتي احنا في فجوة كبيرة جدا. طب الفجوة دي هتتملي ازاي؟ هتتملي ان لازم القطاع الخاص اللي هو القطاع الصناعي لازم يبقى له دور. ليه؟ لان انا لو درست المناهج لوحدي كده في المدرسة بتاعت التعليم الفني من غير ما يبقى فيه شريك صناعي في العمليه التعليميه، مش بيطلع الطالب بنفس الجوده وبنفس الكفاءه وبنفس الجزء العملي التطبيقي. عشان كده سموها مدارس التكنولوجيا التطبيقيه. النهارده في مصر 84 مدرسه بالشكل ده. احنا اتشرفنا ان احنا انتجنا تقريبا 17 منهج جديد للمدارس دي وبندير 5 منهم. وجود بقى القطاع الخاص بيحصل ايه؟ يعني احنا مثلا بنيجي نالف منهج سواء للمدارس اللي احنا بنديرها او المدارس التانيه، لازم نجيب الشريك الصناعي وبنجيب المتخصصين في اعداد المناهج وبنطلع المنهج باعتماد من وزاره التربيه والتعليم. طبعا بتشرف على كل العمليه التعليميه من اولها لاخرها. ولو احنا بندير المدرسه بنجيب الاجهزه وبنجيب المدرسين والمديرين وكل القائمين على العمليه التعليميه وبندير المنظومه كامله. فالقطاع الخاص في الحاله دي بياخد المدرسه من الحكومه كمبنى وكارض وكده، وبيبقى تحت طبعا طبعا تحت اشراف وزاره التربيه والتعليم، ويدخل القطاع الخاص يكمل بقيه المنظومه ويتحمل التكاليف دي كمان. فبالتالي الطالب ما بيدفعش مبالغ كبيره خالص، بيدفع مبلغ رمزي جدا جدا وبياخد تعليم ممتاز. وعندنا في المدارس اللي بنعملها في مدارس تاهيل احنا كمان بندرسهم لغات، بنعمل لهم لغات متخصصه. يعني ايه؟ يعني مثلا انجلش فور سبيشال بيربسز، يعني انجليزي للمهنه اللي هو بيحترفها. فبياخد انجليزي عام وكمان في تخصص بحيث المصطلحات المهمه الاساسيه في المهنه دي بيقدر ان هو يتعلمها، انجليزي وفرنساوي والماني. وجود القطاع الخاص، اتفضلي.
نفس كلام حضرتك، فكرة ان احنا بنشوف الاحتياج الحقيقي وربطه بسوق العمل وربطه بسوق التعليم بصفة عامة اللي موجودة في الخارج وتطبيقها على النظام الحكومي، هو ده اللي فعلا شغالين عليه في الفترة اللي فاتت. مظبوط حضرتك. فهي الحقيقة يعني احنا في نهضة مصر بنحاول ان احنا طول الوقت نقدم الواجب الوطني ده. هي نهضة مصر اسمها لوحده رسالة، نهضة مصر. فبدأنا بالتعليم بالثقافة وما زلنا مكملين فيها من أول المهد للحد زي ما بيقولوا في كل المجالات الثقافية، وبعدين كملنا في مناهج وزارات التربية والتعليم، متشرفين إن إحنا مع وزارة التربية والتعليم في المناهج دي. وبعدين لقينا في فجوات زي ما وضحت لحضراتكم في مثلا في النشر الإلكتروني، فإحنا حولنا مناهج كتيرة كلها تعليم إلكتروني على بنك المعرفة. وبعدين لقينا إن في فجوة في التعليم الفني، فبدأنا نألف المناهج وندير مدارس بالشكل ده. وطبعا رياده الاعمال كل الستارت ابس اللي احنا ساعدناهم، ل 76 شركه اللي ساعدناهم لغايه النهارده، وان شاء الله باذن الله مكملين المشوار. دول كلهم متخصصين في التعليم والتعليم الالكتروني. فهي رحله حياتنا كلها متخصصه في المجال ده، بحيث ان احنا نحاول ننهض بالعمليه التعليميه في مصر وفي الدور الثاني. اكيد. كل الشكر ليكي دكتوره داليا ابراهيم، رئيس مجلس اداره دار نهضه مصر للنشر، شكرا جزيلا لوجودك معانا.